السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم حلوى جافة للقهوة والشاي، فقط بمكونات بسيطة تحصلنا على كمية كبيرة. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى 300 غرام زبدة أو مارغرين تكون طرية على درجة حرارة الغرفة. غادي نضيفوا لها زوج ملاعق صغار تاع سكر فانيلا أو 2 كيس. نضيف أيضا السكر العادي 240 غرام، ما يعادل كوب مملوء جيدا، هذا الكوب الذي يزن 250 مللتر تاع ماء. نضيف أيضا البيض 3 حجم كبير. غادي نخلطوا هذه المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي والسكر ذاب تماما. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش العجان، غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش تحضروا هذا البتيفور. غادي تخلطوا اولا البيض مع السكر وسكر فانيلا نفس المقادير، تخلطوهم بالضراب الكهربائي جيدا حتى تتحصلوا على خليط يكون كريمي. من بعد تقوموا باضافه الزبده طريه او مارغرين وتعاودوا تخلطوا جيدا حتى تتحصلوا على خليط كريمي. من بعد تضيفوا الفارينه والمايزينا وتخلطوا المكونات جيدا. هنا راني نخلط المكونات الاولى حتى نتحصلوا على خليط كريمي والسكر يكون ذاب، وهذا الخليط يشبه كثيرا لا ميرينغ. سنضيف الان الفارينه او الدقيق الابيض، اضفت 450 غرام. نزيد عليه مايزينا او نشا 50 غرام. ولا كانت عندكم حاضر الفارينه خاصه بالحلويات استعملوا مباشره 500 غرام. وكما لاحظتوا هنا غادي نستعمل هذا الانسكريمون اللي جا على شكل مثلث، كنتوا قادرين تستعملوه من الاول، يعني من الاول تخلطوا المكونات بهذا الانسكريمون، لكن انا استعملت الفوي باش نتحصل على خليط يكون كريمي بزاف. هنايا غادي نخلطوا المكونات في الاول دائما على سرعه بطيئه، ثم نزيدوا في السرعه، نقعدوا نخلطوا حتى نشوفوا الخليط ولا متجانس والفارينة دخلت مليح مع المكونات. تقدروا ايضا اضافة عطر الليمون او قشور الليمون، سيت ما اضفتهمش مع المكونات في الاول، تقدروا تضيفوهم الان وتعاودوا تكملوا الخلط. بعد ما خلطنا المكونات جيدا غادي نوضعوا العجينة في جيب حلواني ونبدأ في عملية التشكيل. هنا فقط ملاحظة، تقدروا تحضروا العجينة بالطريقة اللي شفتوها معايا من قبل، فصل البياض البيض عن الصفار، ومن بعد هذاك البياض تحولوه إلى ميرينغ، وبعد تخلطوا المكونات. غادي نوضع لكم الوصفة في آخر الفيديو. بهذه الطريقة من بعد ما غاديش تضربوا بزاف المكونات وتتحصلوا على خليط يكون كريمي، لكن اللي استعملتوا الطريقة تاع اليوم لازم تخفقوا المكونات في الأول جيدا، مدة الخفق غادي تكون شوية طويلة حتى تشوفوا هذاك الخليط كريمي راه كاتيف، عاد باش كملوا بقية المكونات زيدوهم للعجينة. غادي نستعملوا هاد لادوي، تجي هنايا مسطحة، جهة ملساء وجهة فيها الأسنان. غادي نفرغوا العجينة في الجيب الحلواني، ماذا بيكم فرغوا غير نصف العجينة باش هكا تتحكموا من بعد في هذيك الجيب الحلواني في لابوشا دوي. وتقدروا أيضا تستعملوا اون دوي على حسب الذوق نتاعكم. هنايا البلاطو وضعنا فيه ورق الطهي، وضعنا قليل من العجينة في الزوايا باش نثبتوا مليح ورق الطهي باش اثناء التشكيل هذا ورق الطهي ما يصعد لكمش. بعد هنا سنمر مباشرة في عملية التشكيل، وهنا حاولوا باش القطع يكون عندهم نفس الطول. وكما راكم تلاحظوا هاد العجينة هي نفسها العجينة نتاع لي بتيفور، تقدروا تشكلوا اشكال اخرى. هنايا فقط ملاحظة، إلا شفتوا حبات جاو طوال على الآخرين تقدروا بواسطة كوبات ولا سكين تنقصوا منهم شوية كيما هاكا باش يكون عندهم نفس الطول. هذه هي الكمية اللي تحصلنا عليها، تحصلنا على 3 تاع بلاطو. والآن غادي نسخنوا الفرن على درجة الحرارة العادية 180 درجة مئوية، ما يعادل 350 درجة فرنهايت. نحطوا بلاطو في وسط الفرن ومدة الطهي بالتقريب من 15 حتى 20 دقيقة، أو حتى تشوفوا عندهم لون ذهبي فاتح. من بعد نخلو هذا الكاطو حتى يبرد مليح
بعد هنايا راني نلصق فيهم بالمربى، راني واضعه المربى نتاع المشماش في جايب حلواني باش نسرعوا في الخدمه. من بعد نوضع شويه في قطعه، من بعد نجيب قطعه اخرى ونلصق بها القطعه الاولى، يعني نفس الطريقه كما تعملوا لي بتي فور، وتخلوهم يرتاحوا قليلا باش القطع يلصقوا مليح. من بعد تقدروا توضعوهم في الشوكولا، هذه الشوكولا تاع الطلي يعني مدوبتها في حمام مائي، تقدروا ايضا ذوبوها في الميكرووند، اما توضعوا الجهه واحده في الشوكولا او الجهتين. بعد تخلو هنايا الشوكولا حتى تنشف مليح، وانا عامه نوضع الكاطو اللي يكون فيها هكاك الشوكولا نوضعها مده 5 دقائق في المجمد باش الشوكولا تتماسك. وهنايا وضعتها في العلبه وخليتها ترتاح واحد الساعه، شوفوا كيفاش يجي هش كثيرا، مي تلمسوه راه صلب، لكن كي تقسموه ولا تاكلوه يذوب في الفم. بالنسبه لملاحظه اليوم تتعلق في عمليه التشكيل، اذا كان اول مره راكم تحضروا هذا لي بتي فور، من تجو طيبوه شكلوا فقط قطعة أو اثنين، من بعد طيبوهم. إلا شفتوا هذوك القطع حافظوا على الشكل نتاعهم كملوا تشكيل نتاع العجينة وطيبوها عادي، لكن لا شفتوا هذوك القطع فقدوا الشكل نتاعهم يعني العجينة رخاصها شوية فارينة أو دقيق أبيض، زيدوا بالتقريب واحد 50 غرام نتاع فارينة للعجينة، عاودوا خلطوها مليح من بعد شكلوا الكاطو نتاعكم. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.